اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات الوان المزيكا او انواع المزيكا. كنا شغالين لحد دلوقتي بقى في المزيكا اللاتين. المزيكا اللاتين وسعت مننا شويه لان فروعها كتير قوي وارتامها كتير وحاجات كتيره، فواخده كذا حلقه في اللاتين. فعايزين نخلص اللاتين ده النهارده، هنتكلم عن شويه حاجات بقى اللي فاضله، ايه يعني مختصر كده عشان نخلص الحاجات، ولو اي حد بقى انترستد في الحاجات اللي انا بقولها دي، لو عايز يعني تفاصيل اكتر ممكن يخش يقرا عنها اكتر، ياخد الاسم حتى ويقرا عنه اكتر لو عايز تفاصيل زياده. لكن احنا ادينا اللاتين حقه برضو يعني. طيب اتفقنا ان اللاتين مزيكا عموما ترقص، وحتى في كل انواعها هتلاقي في رقصه للسامبا، في رقصه للرومبا، رقصه حاجات كتيره قوي في اللاتين. واكتر حاجه بتميز اللاتين طبعا الالات بتاعته، اللي هو الكومبو بقى مع بعضه، اللي هو زي الجيتارات مثلا لازم يكون موجود في اللاتين، البركاشن بكل انواعه بقى، الحاجات الشيكرز والكلافي والكونجات والبونجوز والحاجات دي كلها، كلها طبل وحاجات تحسسك بالمود اللاتين. والبراس سيكشن طبعا الترومبت والترومبون وكده، فمعظم المزيكات اتكررت فيها نفس الالات دي، فتقريبا اللاتين هو عنده الكومبو ده مع اختلاف بقى الايقاعات وكده. طب عايزين نقول اشهر الايقاعات بقى الموجوده او اشهر الالوان جوه اللاتين، في حاجات هنكون قلناها وحاجات ما قلناهاش، ده كده للملخص العام. واسيب لكم طبعا في الديسكريبشن شويه ايقاعات وشويه حاجات وشويه لينكات لكل لون من اللي انا قلته. فمثلا كان في لون اسمه البوليرو، البوليرو ده برضو لون من الوان اللاتين، ده حاجه بترقص قوي كده وبتاع، واستخدموه حاجات كتيره، الاسامي مشهوره جدا. في البلينا، دي كل اسامي تقريبا يعني تقريبا بورتوغيز اللي هو برتغاليه النطق يعني. في الباسانوفا طبعا اتكلمنا عنه في حلقه واحده، في نوع تاني اسمه الكاليبسو، فبرضه هنسمع ريتمه عامل ازاي. في نوع طبعا تشات 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 اتكلمنا عنه، في كولومبيا، كولومبيا اللي هي الدوله، وفي برضه ريتم اسمه كولومبيا اللي هو برضه يعني الريتم بتاع الستايل ده يعني. كل ده لاتين ميوزك. في كومبارسا، في دانزون برضه، في حاجه اسمها دانزون، ممكن نعمل حلقه اسمها ريتم اللاتين بتاع الدانزون مثلا، فتلاقي موضوع تاني وكده، بس في الاخر هتلاقيهم شبه بعض شوية، في مثلا ريتم مكسر عن ريتم، في ريتم فيه حركة غير التانية، لكن في الاخر كله هتلاقيه شغال بالكونجات وكده اللي هو الكومبو بتاع البركاشن ده. في ريتم اسمه جايتا، في ريتم اسمه مارينج او بيسموه مارينجي، في سونجو، في سامبا، في رومبا طبعا، في سالسا، في المامبو، ففي حاجات كتيرة جدا في اللاتين. رهيب يعني، اللاتين بحر واسع، عشان كده تلاقي العالم كله لعب لاتين، هتلاقي في الشرق لعبنا لاتين، هتلاقي في الغرب لعبوا لاتين، كل حاجة يعني اتلعبت لاتين، خصوصا اغاني عمرو دياب وبتاع مسك في اللاتين فترة كده، عمل كذا لون من اللاتين ده وبتاع. وطبعا بتبقى شطارة الموزع مع شطارة بقى اللي بيسمع وعارف ده الوانه ايه وده ستايله ايه وحاجات زي كده، وساعات يعملوا لها ميكس مع حاجة تانية، فيعني عالم خطير اللاتين ده. الشرقي برضو فيه العمق ده كده، هتلاقي ارتام كتيره قوي وكده، لكن مثلا هي نفس الالات اللي بنستخدمها بس مثلا ايه برتم مختلف، مره رتم يعني. لسه بقى هنتكلم عن الشرقي، مش عايزين نحرق الحلقه من دلوقتي، بس كده ده اللي عايزين نعرفه عن اللاتين. تقريبا كده خلصنا اللاتين ميوزك. لو انتوا عايزين تفاصيل بقى امسك اسم اسم من دول، خش اقرا عنه شويه للثقافه العامه يعني. وهسيب لكم كده كده في الديسكربشن لينكات بقى، مثلا اكتب لك اسم المزيكا ومثلا ايه نوع المزيكا ده، اللي هو مثلا صوتها عامل ازاي، زي ايه مثلا الريتم، مثلا تشاتشا زي ايه الريتم، مثلا البولورو ده يعني زي ايه، حاجات زي كده. بس هنذاكر بقى شوية ونعرف انواع المزيكا، واشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة.